السلام عليكم. كوي مرزام نشا خفيف سريع جدا. اسعد الله مسانا ومساكم بكل خير. يا هلا هلا يا مرحبا يا بابي. وش الاطلاله الزينه؟ الاطلاله مع الاجواء الزينه وزين ومعي غازي. خلاص انتهى الموضوع، ما ادري بداقن على احد. الله يحفظه. طيب اسمعني طال عمرك، على طاري الامير، احنا جايتنا دعوه من الأميرة لوجين بنت بندر بن محمد بن عبد العزيز ال سعود. حلو. وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سيف الدين ال سعود. ونعم فيهم جميع، ونعم ونعم. يستاهلون. لانطلاقة براند الايت، اعلنت عنه الشهر اللي راح، وهذا ثاني اعلان راح اعلن عنه باذن الله. العطر ذا قد تكلمت عنه وقلت اصلا ما يستخدمه الا الناس الذوق فعلا. الناس الذوق. راح يكون ان شاء الله احتفال بسيط وافتتاح بسيط ورهيب باذن الواحد الله. باذن الله ان شاء الله. جينا ابو بيت سم توكلنا. يا مرحبا يا ابو بيت. الله يسلمك ويطول عمرك. لا سلام. انا ترى تشغلتني علي الحرام. انا اكبر منك. انا سامي تشابه بس انا اكبر منك. انا ارد فهمت. وبعدين انت ترد. معليش ما يحتاج. كلنا سامي وحده يا ولد. في فرق بالعربي. والله بلشتوا انت يا ابو بيت. ابو بيت بالعربي يا ترى صغير حيب اللي بسملاك. انا في مخبار يا مرحبا. يا هلا هلا ابو مشعل. يا مرحبا عمي فيصل. يا مرحبا. انا ما ودي اقول عمي عشان ما اكبرك. ابو مشعل زينه. يا مرحبا. هلا ابو مجاد. يا مرحبا. وش ذا الزين؟ وش الكشخه؟ غطيت انت على بعض الناس. لا هذا ابو ناصر. حالك ربي معنا. لا حالي ربي معنا. الرجال معنا ان شاء الله. طيب بعد طركم بعطر عطر شيوخ على قولتهم. عطر شيخ بالله يمسك يمسك هذا زين. وهذا هذا البراند اللي احنا بندشنا اليوم باذن الله. يا سلام. وتعطر تطيب يا ابو بيت. سام سام سام. تطيب يا ابو مشعل. الله يطيب اعمالك. عطر شيوخ. عطر شيوخ. الله يطول عمرك. مره خلونا ندخل ونشوف الافتتاح ونشوف العطر. بسم الله. هنا. وانا اسمي من وراه ومن دونه. يا مرحبا والله باللي حضر على الدم نظر اطورنا وبرفاناتنا ترد الروح وتشفي الجروح. الله الله الله. حبيت وتحطون الايت الايت وتحطون سنابي. جزاكم الله خير. انتم كريمين وحنا نستاهل. انت يا معايض معروفه من زمان. المعروف معروفه من زمان ما يحتاج. معروفه ما يحتاج لا يعرف. الجنة تقول هل من مزيد. الله الله الله. الحلوين والطيب. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير يا معايض. يا مرحبا يا ابو ركاي. يا هلا يا ولد. انت ما شاء الله عليك ازرار واجد ونقلم واجد وريض. وش واقف كانك متحاسب؟ ها تقرا الرياضيات من جديد. الرجال ذا ابو عبيد. سم انا احسب ازراراته ذيك. وش احسب الرجال مع ماكينه خياطه يودوا عند الإشارة ويحط كل شيء إجرار عام ولا وش 700 إجرار. هو متعود على جمع علبة وحنا بنجمع الزرة. زرة. والله طال عمرك شوف وضعك والله من الصعب. وين؟ أنت والله بالعربي. وكنية فوق 50 هنا 100 وش تسوي بها طيب؟ أنت ما عندك طاقة إيجابية عشان تفك الزرة. طيب. الطاقة اللي معك سلبية. طيب السلبية ما لها دخل في الطاقة الإيجابية ولا أقلام ثلاثة. آه. والظاهر كله ما تكتب. أول ما خلق على وجه الأرض القلم. والله صدق نعم. والله اجابه صراحه من الحرج. انتم تضيفون بعض؟ اي والله طبعا. الرجال تعرفت عليها الليله على قولتي. ترى انا على وعدنا بكره نسوق الجربوع. وليه؟ مش نروح مشوارنا. مشوارك وين؟ الرجال ابو محمد سلامات توافق الحين وجه سناب تعيي. بنروح هناك مشوار يا ولد. وبس الرجال يصمل. اصمل يا براكان. اي خل خرابيط هونت الشنب هذا الظاهر انه هيك ديكور. العلم عند المعزب. المعزب ماله لزوم. المعزب ما له ليله. والله اي وعدنا بكره بس خليك صام. تبى تروح تبيع زرته ولا وش؟ ابى اتفاهم انا وياه نروح عليها مشوار. انت تجري في السوق؟ والله ما لا ما انا بجالبك والله. انت والله انجلبتك حتى والله ماش قيمه طيبه لكن باخذك. ابو راكان يا طيب قلبك. ابو راكان الله يحفظ قلامي. اي والله حكومه رشيده. الله يحفظك. ترى عيالي يحرضوني عليك وانا والله قلبي طيب. اي والله قلبك طيب. اي والله امير امير. السلام عليكم قلامي. حي هالشوفه يا ابو نادر. اي والله والله يا الشوق مليون لكني بجيك باذن الله. هذا الحفل قاعد يعرض الاعلان الاول لبراند الايت. ان شاء الله شويات بس ويبدا الحفل باذن الواحد الاحد. هذا صاحب سمو الملك الامير سعود بن سيف الدين. ان شاء الله بيشرفنا بعد شوي باذن الواحد الاحد. بالله عليك.
طيب اسمع اشوف ايش صوت ادخل كم واحد عندك اشوف شوف عندي ثمانية لا والله عندي اكثر من راسك 58 شخص شايفهم هنا 88 كلهم على عملنا لبهاب كلهم بلهاب ما في عندنا المعروف المتفكر بسناب شات خلينا نقول فليتفضل مشكورا على ستيج غازي المطيري ايش اعذروني محمد الألام بسم الله فقط بالمصداقية رح نصاحب العطر وقلت له أبغى أي شيء يثبت أن هذا العطر يستخدمونه الشيوخ الكبار مصداقية من كلامي بس ومن يقول قبل شوي عشان أدري بخامة العطر قال لي على عطش مرسل لي ثلاث مقاطع وإيش أقول عشان تدري وين بخامة العطر الله يسامحه وفوا الله يطول عمرك وفاء يا أمير تستاهل كل شيء علم بعض المشهورين الله يحييك لاجل ان يشوف نفسه ويتكبر وانت والله فيك التواضع وفيك الاخلاق والوفاء الله يطول لي عمرك ويجعلنا عند حسن الله اني اقولها مو مجامله الله يطول لي عمرك الله يحفظك يعرف اني ما اجامل الله يطول لي عمرك تحتفظ على كلمتك وتحاسب على كلامك الله يطول لي عمرك ويجعلنا عند حسن ظنك احنا اخوانك من اليوم رايح الله يطول لي عمرك الله يطول لي عمرك هذا صاحب السمو الحين بنعطيه الان من عطورات الايت بنعطيك من عطورات الايت طال عمرك وكلها جميله وان شاء الله انها بتعجبك باذن الله هذا الامير الوحيد اختار العينه هذه تستاهل طال عمرك تستاهل الايت اللي هو كينج 1 اي وكينج 1000 وكينج 99 بمناسبه انطلاقه البراند السعودي الايت مسوين خصم 50% على جميع المنتجات اللي موجوده في الموقع بناخذها حبه حبه بعطيكم وش اللي عجبني وش اللي ما عجبني العطر اللي اعطيتكم اياه قبل لا نبدا الحفل سم الكبير ذاك سم حطوه بهذا الشكل ذا صغير ما شاء الله تقدر تشيل والحين يا عيال ابغاكم تشمون عطرات هذه الموجوده وكل واحد يعطيني على ذوقه ما شاء الله بكل امانه والله العظيم اني اتكلم صدق اختار واحد طبعا شم اختار انا والله معجبني ذا هذا كينج 1 كينج 1 لا صدق الامانه ابو عبيد بكل امانه كينج 1 يا جماعه العطر الذهبي اللي كان عندي قبل شوي صورته لكم نعم هذا هو هذا اللي والله عجبنا ما شاء الله تبارك الله للامانه هذا المنتج اللي اتفقتوا عليه اللي اتفقوا عليه الكل يعني مو بس انتم انا عندي المنتج استخدمه في البيت هذا المنتج مكوناته المسك والعنبر والياسمين والليذر صح ما شاء الله طلع لنا هذا المنتج الفخم هذا من اسمه كينج 1 نعم اسم على مسمى كينج 1 نعم صح اي والله اسم على مسمى ان شاء الله اني باخذه تستاهل يا ابو عبيد تستاهل تستاهل حطه في الرطل تورني دقيقه خليني اشوفه دقيقه بس دقيقه اخبار علوم ليه يا ابو عبيد ابغى تطيب طال عمرك وكرمتكم الله ايش اسوي لك ترى اشغال انا اسم ولا اشغال انت حتى تطيب انا اخذ دبرك انا أمس الملعب أبو بيت أبو مشعل وش اللي عجب صراحة يا غازي أنا اللي عجبني نوعين الأول كينج 1 والثاني 3.9 يا سلام لا يعلى عليه أهنيك على ذوقك مكونات هذا المنتج ورد السوسن والحمضيات والمسك والعنبر شيء خرافي يا سلام غازي أنا عندي اخترت ألف صراحة رقم ألف الألف الله هذا طال عمرك فيه من الهيل ومن الزعفران له نكهة مكونات هذا المنتج هيل وباتشولي وزعفران من الآخر فاخر أهنيك على ذوقك كل عطر أجمل من الثاني صراحة لكن تسألني وبتاخذ ذوقي كينج 1 بالمقدمة 999 و1000 كل واحد أجمل من الثاني 999 1000 وكينج 1 لا يفوتكم خصم 50%
ارفع الشاشه بس وتدخل على المتجر. يا مرحبا يا معايد. يا مرحبا بالمقبلين اللي حضر الليله والغايبين. الله شيء مو اي شيء، فديته وفديت امه وابوه واللي يحبوه. الله يجزاك خير، الله يطول عمرك. تابعين الشيخ. الله يطول لي عمرك يا معايد. اذا قلت تكفون ايه؟ او تكفى ايه؟ إذا جت فرحة عندكم قريبة منها ولا منه؟ كن أنت كنك سامع طرف علم. شامت الريح تنطيب. عندي زواجي بعد شهر إن شاء الله. إذن الواحد الأحد الذي لا تنام عين أني جايتك هدية ما وراها جزء. يا مرحبا. وراعي الأولة مبدأ. الله الله. وأنا أنتظر دعمكم يا متابعينا. يا مرحبا، بحط لكم سناب معايض هنا، أرفع الشاشة وادخلوا وسلموا عليها وقولوا لها كم كلمة حلوة تستاهل معايض. لا، واللي بيجيني من طرفك له قصيدة خاصة. بيض الله وجهك. تابعوا سنابي وشوفوا يومياتي المحكورة. الله يوفق ذا الوجه. شكرا يا معايض.